بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل ساب. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم ومرحبا مع الجزء الثاني من المحاضرة وهو خاص بالساينس فور بريب 3. في أولى حلقاتنا ندرس يونت 1 ليسون 1 about motion، يونت 1 about force and motion. Here a metro. المترو طبعا يا شباب عارفين ان هو بيعمل موشن. طب موشن معناها معناها انه بيتحرك من ستيشن تو انذر ستيشن. طيب الحركه بتاعته ديت بنسميها ايه؟ موشن ان وان دايركشن، اتحرك في اتجاه واحد لان هو بيمشي فورورد اور باكورد. طيب الهورس، الهورس بيتحرك اكيد ممكن يتحرك يمين وشمال وممكن يتنطط كمان، فالحركه بتاع الهورس غير الحركه بتاع الترين او المترو او الكار. ترين اند مترو موشن ان وان دايركشن سيمبلست تايب موشن. طيب موشن معناها ان الجسم هيتحرك من مكان لمكان، القطر هيتحرك من ستيشن تو انذر ستيشن. So a change of an object's position as time passes according to location of another object. دي تعريف عام للموشن. طبعا في الامتحان ممكن يجيب لي statement زي ديت كده ويقول لي write scientific term. دي معناها ان هو عايز يقول لي الكلام ده كله يدل على ايه؟ يدل على الموشن. Motion is a change of an object's position as time passes according to location of another object. Simple style of motion, motion straight line direction. Good reason. Train motion is considered from motion in one direction because it moves forward or backward but it doesn't move upward or downward. موشن معناها الجسم بيتحرك بسبيد. في بعض الطرق بتلاقي موجود ايه؟ موجود علامة دي كده. يقول لك في الطريق ان ماكسيمم سبيد 20 كيلومتر بالاور. يعني ايه العلامه دي؟ معناها ان السرعه المسموح بها في المكان دوت ماكسيمم بتاعنا 20 كيلومتر بالاور. معناها ان السبيد بتتقاس بايه؟ بكيلومتر بالاور. طيب بنقيس السبيد ازاي؟ يكون عندي في عداد في الكار، عداد زي كده، والعداد دوت بيبقى مكتوب عليه 0 20 10 20 30 40 وهكذا. المؤشر بوينتر بيدل لي على السبيد بتاع الكار، سبيد اوف ذا كار، وديت از بيونت متر بير اور، متر بير اور ديت السبيد. السبيد دي معناها مشي الديستنس معين في تايم معين. So speed equal distance over time. Distance divided by speed. It is the distance moved through a unit time. Unit of time. طيب unit of time لو كانت مسافات بعيدة ديستانس كبيره زي من القاهره from كايرو تو اريكس اور تو لوكسور اور تو اسوان، المسافه هنا كبيره فبنحسب المسافه بالكيلو متر، والتايم الوحده بتاعت التايم هتكون
للقمر. علشان اوصف السبيد عندي تو فاكتور، تو فاكتورز. الفاكتور الاولاني اكيد هو الديستنس، ثاني فاكتور هو التايم. طيب اليونتس بتاعت السبيد قلنا اللي هو كيلومتر بالاور او متر بالسكند، عشان احول ما بينهم قدامنا ان الكيلومتر يساوي 1000 متر اند الاور از ايكوال 60 multiplied by 60 so is equal 5 over 18. يبقى احنا بنحول من الوحده الكبيره large to small بضرب في 5 over 18. طب لو عايز احول العكس في مساله problem وقال لي calculate speed by unit كيلومتر بالاور هو كام؟ كل حاجه بالمتر. في الحاله دي انا بضرب multiply 18 over 5. في بعض البروبلمز يقول لي ان سبيد بالمتر سكند ماينس 1، عشان اشيل علامه السلاش ديت بقول لها سكند ماينس 1، سكند ماينس 1. سؤال يقول لي what is meant by car move with speed 120 km/h means that car cover distance 120 km in 1 hour. Train cover distance 150 كيلومتر in 2 hours. هنا اليونت 2، اليونت الاور هنا 2 hours، يبقى انا هعمل ديفايد 150 over 2 is equal 75. So x mean train with speed equals 5 كيلومتر/h. يبقى كانت هي مسألة problem if you see it what is meant by. طب انا ليه ما قلتش التعريف وكتبت زي السؤال الاول؟ لان هنا قال لي التايم مش بتساوي مش يونت اوف تايم، مش 1 hour 2 hour، عشان كده عملت ديفايد. طب لو قال لي كار ليها سبيد ايكوال زيرو، انا الكار دي ما بتتحركش، يعني it is at rest. ايه الريزون؟ object speed increase as time decrease. طبعا عارفين لو في تو كار، لكن معايا كده على البورد الكار دي اتحركت من نقطة هنا جت ديستنس هنا، يعني اتحركت كده. لو ديت مسافة ألف، لو ديت from A راحت to point B وخدت تايم غير ما انذر كار، الكار ديت هتاخد تايم اكبر. يبقى مين اسرع، اللي خد تايم اصغر ولا اكبر؟ طبعا اللي خد تايم اصغر هي اعلى سرعه، لذلك في بروفيشنال inversely proportional time مع speed. كل ما التايم يزيد speed معناها decrease.
صورة. Speed is inversely proportional with time, but by distance it is direct proportional. Speed عندي is excellent. Kinds of speed. ممكن يكون في قوة تتحرك by regular speed. Regular speed معناها ان الكار take equal time to cover equal distance. طيب لو مشيت الكار او move by an equal distance دي معناها regular speed. معناها regular speed. لو في سيارة في كار الكار قدام ليا هتتحرك من الأول لحد النقطة دي وبعد كده لحد second point. في المرة الأولانية خدت مسافة معينة وما كانش في مشاكل في الطريق، ولكن بعد فترة بعد distance معينة كان في ازدحام مروري أو في مشكلة في الطريق فالعربية اتحركت بسرعة أقل. سبيد حصل لها ستارت بوينت تو اند بوينت في كذا سرعه عندنا. المحصله التوتال سبيد اسمها افريج سبيد، وفي الحاله بتساوي توتال ديستانس ديفايدد باي توتال تايم. الافريج سبيد هتساوي total equal total distance over total time. لو في two cars والتو كار بيتحركوا من place to another place بنفس السرعة، الشخصين اللي راكبين في العربية each car هيشوفوا كأن ال two cars don't move. ليه؟ لأن ال relative speed equal zero. Regular speed change of object's position by equal distance at equal periods of time. What is meant by object move at regular speed 50 km per hour؟ معناها ان object ده بيتحرك move and cover 50 km each 1 hour. 50 km each 1 hour. Regular speed it is change of object position by equal distance and an equal period of time. Give reason. Car can't move with regular speed due to the condition of the road. Average speed is total distance covered by moving object divided by total time taken to cover this distance. What is meant by average speed of moving object is 50 km per hour.
تزمين that the result of dividing total distance covered by object by total time equal 40. Relative speed. Relative speed is a speed of moving object relative to an observer. This is an observer. Look at a car move. So he sees a car with speed, a real speed. Excellent. A real speed. It is meant by the relative speed of moving object to an observer equal its real speed. It is means that this man or observer is at rest. And let me again stand up or don't move, stable. It means that the observer is at rest. Relative speed of a car move at 40 kilometers per hour to observer 60 kilometers per hour. Here, if I have two cars, well, these two cars move in the same direction. First speed minus second speed V1 minus V2, so the result is 0. يبقى لو كل واحد فيهم قاعد في العربية والعربيتين ماشيين بنفس السرعة ممكن يكلموا بعض ويدوا لبعض حاجة من الشباك لأن كأن هما ستيبل. طب لو اتحركوا بسرعات مختلفة أي واحد راكب فيرست كار هيشوف التاني relative speed equal V1 minus V2. طب لو في opposite position, لو this car move in the opposite position تمشي كده this direction, another car move in another direction from B to A, this yellow car but red car from A to B. الحالة هي relative speed equal speed of yellow plus speed of red car. So relative speed of a car move at 40 kilometers per hour to observer equal 60 kilometers per hour. This means that observer move in opposite direction to moving the car with speed equal 20, excellent, 20 kilometers per hour. Two car in the same direction, it then a minus, or in the opposite direction, it doesn't rest speed 1 plus speed 2. Give reason. Moving the car seems stable to observer move with the same speed. The relative speed is equal. Now, if you observe our loss على car A, its speed 30 km per hour. كده هشوفها بنفس real speed بتاعتها. Relative speed اللي هشوفها الobserver هنا هيكون 30 كيلومتر بالاور زي ما هي. طيب لو الراجل ده الاوبزرفر ده ركب هنا لو هو موجود في كار نمبر A في الجرين هيشوف الريد كار with what speed 80 كيلومتر بالاور and this is 30 هيشوف My 80 minus 30 is equal 50 kilometers per hour. طيب this man اللي في الريد كار هيشوف الراجل اللي في البلو كار
This is 20 and this is 40. Write the speeds. Speed of B plus speed of C. 80 plus 40 is equal to 120 kilometers per hour. What is why do we study? We study that movement can take bends, that's not straight, or curve, or both of them. احنا بندرس السمبلست تايب اللي هي موشن ان وان دايركشن. الديفينيشن بتاع الموشن ذا تشينج اوف ان اوبجكت بوزيشن از تايم باسز اكوردنج تو انذر اوبجكت. سبيد الديفينيشن بتاعتها از ذا ديستانس موفد ثرو ا يونت تايم. خدنا اللور V equal D over T. كنا بناخدها في شكل مثلث triangle. بنعمل في 3 سيرفس. السيرة الأولانية بنكتب فيها V equal D over T. لو انا عايز احسب بروبلم وقال لي كالكوليت في از ايكوال دي اوفر تي حتى نحفظها بسرعه. في ايكوال دي اوفر تي ولا مع بعض كده بعد اذنكم. في ايكوال دي اوفر تي. في ايكوال دي اوفر تي. لو قال لي كالكوليت دي اقول له ات از ايكوال في مالتبلاي باي تي. بالشرط دي معناها في ديت مالتبلاي. الشرط هنا معناها ديفايد. يعني عايز احسب ال تي از ايكوال دي اوفر تي. كمان العلاقه لو الدي انكريز الفي انكريز. يعني العلاقه هنا دايركت بروبشنال دايركت بروبشنال. لو الفي والتي انفرسلي بروبشنال. طيب يبقى اذا ديت الرول عملناها في سيره التريانجل اللي حفظنا اللون. تاني حاجه خدناها اللي هي اليونت. الكلمه ممكن تكون كبيره زي كيلومتر بير اور او متر بير سكند عشان نحول من كيلومتر بالاور 2 متر بير سكند. وكنا بنضرب في مالتبلاي باي 5 اوفر 18. تايبس اوف سبيد عندنا ريجولار. والريجولار يا شباب ايكوال يونيفورم. يونيفورم سبيد مين ريجولار سبيد. ريجولار سبيد كان الاوبجكت موفينج ايكوال ديستانس at equal period of time but non uniform speeds regular moving equal distance at different period of time moving equal distance at different periods of time or moving different distance at equal period of time. خدنا بعد كده relative speed is the value of an object speed relative to an observer. الـ average speed is the total distance that moving object covered divided by the total time. وفي الحالة دي كنا بنقول ان الـ average speed is v dash. v dash equal total v over total d. This is the end of our lesson today. Thank you. وبعتذر من الناس عن السوء
الانفصال في بداية الحصة، وأنا اضطريت ألغي الحصة الجزء الأولاني من الحصة الخاص بالصف السادس الابتدائي، واكتفيت بالجزء الخاص بالسادس الابتدائي. إن شاء الله في الحصة القادمة نعالج هذا الخطأ الفني. نشكر الحضور معانا النهاردة، نشكر فريق العمل في منطقة الدارين وفريق التسجيل، وبشكر اللي بيشاهدونا على اليوتيوب. إن شاء الله نكمل الموسم الجاي إن شاء الله.